مرة يفتح النفس والسليق. السلام عليكم، مساء الخير. طبق اليوم سليق بالدجاج. أول شيء المقادير: دجاج طازج، حليب طازج، حليب مجفف، زبدة، أي نوع اللي تبغون. وهنا الرز المصري أفضل نوع صناعي. وهنا بصل وثوم، مستكة، ملح، عود قرفة، ورق غار، فلفل أسود، هيل، علبة قشطة. هنا الدهن الدجاج، صلصة، كركم، ليمون، فلفل حار. وهنا الدقوس أو السلطة المطحونة الخاصة بالسليق، الكزبرة والطماط وثوم وفلفل حار، وبناخذ من الليمون. هذه كل المقادير للسليق، مرة بسيط وخفيف. الموية لازم تصير مغلية. الدجاج لا حطيت بالقدر زيت ولا شيء، يبقى له الدجاج 45 دقيقة. أول شيء نحط البصل وفص الثوم، عادي تخلونه كذا، هو اصلا بيذوب. فلفل يعطي ريحه. الان هنا ورقه غار، شوفونه بس واحده لانه يمرر ورق الغار. هنا عود قرفه، وهنا المستكه الحبتين، هنا الهيل والفلفل الاخضر، ملعقتين. احسبوا لي 40 دقيقة إلى 45 دقيقة. هاي حأضيف بس اثنين، ربع حزمة، وهنا الثوم. نحط شوية ملح. الحين راح أضيف الكزبرة والثوم. الطريقة هذه لا هي ناعمة ولا هي خشنة. الآن ليمونة، نص ليمونة، حتى لا تكثرين. حطيت تقريبا ملعقة كبيرة صلصة، وحطيت كركم، هنا نحط موية شوي، فلفل أسود، بعد أبغى أحط شوي، شفتوا؟ هذه للدجاج. بسم الله. هذا حليب طازج، واحد، اثنين، كل كوب رز كوب حليب أحسن الحين ونص. رايحة أضيف، أحفظوا، الكل كوب، مثلا الكل كوب 4 ملاعق حليب بودر، أي نوع تبون، 2 3 4 1 2 3 4. حطيت نص كوب، يصير 2، يعني 10 ملاعق. أبى أعرف هو موزون ولا لا، يصير ممكن يا إني أضيف سايل حليب الطازج، أو إني أضيف من مرقة السليق أخلي شوي. وهذا الدجاج، هذا مرق الدجاج، شوفوا ما شاء الله مرق الدجاج يهبل. من هنا 3، أنا عشوائي أسويه، 4 5. الآن سبعة. قلت لكم الرز لا نقعته، لازم ترجعون من جديد تغسلونه. إلى 8 أكواب. بسم الله. شوفوا، شفتوا الشراب؟ هذه 8 أكواب مرق دجاج. الآن صار 9 أكواب، بس انتبهوا لا تطولون عليه ويشرب وبالأخير تقولون صار ثقيل. ما صار تقريبا 10 أكواب ونص. ممكن عادي تحطون سمن بلدي، هذه بذوبها مع المستكة لين يذوب على نار هادية. بس أبغى أولع على الحليب،
الحليب مو تغلونه بس يسخن معكم ألذ. حطيت مستكة وحطيت الزبدة، بقصر عليها على النار لسه الآن قاعدة أدور المستكة. شوفوها هنا بالنص بس ذايبة، بس توها باقي الدوب تصير زي الموية. إذا حطيت الحليب زين، أبغى أشوف هل يحتاج زيادة حليب ولا لا، أبغى أعرف إذا كبيته وصرت أخلطه. الآن ثقيل يبغاله حليب وباقي يشرب كل الحليب. حاولوا تحركوا. الرحمن الرحيم، بسم الله، كله كبور. بسم الله الرحمن. الحين أعلمكم هل مضبوط الحليب أو لا. الحليب والزيتونة هذه الملعقة الأولى، الزبدة خلاص، بس إنه بخليها تصفى الزبدة. أبيها تصير صافية بناعمة إلا صفاية. شفتوا هذه الزبدة. قبل ما احط هذا، ما احبه ثقيل، في ناس يحبون الثقيل، انا لا. الحين جت مرحلة القشطة، رشوا شوية سكر بعد بدا ما حار، رجعوا للفرن تجيك تلمع برد. احب احطه بالملعقة هذه بالتدريب، ما اغرف الا بهذولي. يلا هذا السمنة اللي الزبدة اللي قشتها بالمستكة، شفتوا ما شاء الله، شوفوا ما شاء الله تبارك الله، لون الدجاج مرة يفتح النفس والسليق. وتسلم عيونكم اللي قاعدين تتفرجون على بثي، الله يسعدكم يوفقكم يا رب.